فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الإمام في مسجدنا دائما ما يقرأ القنوت في صلاة الفجر، فهل نتبعه على ذلك؟ ايش يقول؟ يقول: الإمام في مسجدنا دائما ما يقرأ القنوت في صلاة الفجر، يعني يقنت. نعم، هذا يتبلع عنه جهة شؤون المساجد ويعزلونه يجيبون غيره، ما يحدث شيء في البلد، ما يعمل به أهل البلد. والقنوت في الفجر من العلماء من عده بدعة، إلا في النوازل، إلا في النوازل، إلا إن كان أنه على مذهب غير مذهب أهل البلد هذا لا يجعل إمام. إذا كان أنه على مذهب فقهي غير ما عليه أهل البلد فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه يشوش على الناس. نعم.